وسهلا بنور العين، واسعد الله مساءكم بكل خير يا غوالي. والله يا رب يجعل جمعة مباركة على الجميع، وبالمنبل الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم عنا نسخة خروف غير شكل، اللي حنظبط لكم أموره على 24. صراحة أنا قمت الفخذ من الخروف، يعني بس اللية الظهر الجنب، وعنا هون هالكتاف خروف صغنطوط جميل رائع اللي حنظبطه على 24. أول شغل بدنا نعمل الخروف، شو بدنا نعمل يا غوالي؟ وإن إحنا حاطين ورق الزبدة ورق الزير لأنه من الكتمة ولا كتير منيح. أهم شيء نعمله الخروف إنه انتبله شوية تتبيلة، لازم نملح مو مشان شي مشان صحتنا يا غوالي بهذا الشكل، وكمان لازم نفلفله بالفلفل الأسود من الجهتين وندعكه كتير منيح بهي البهارات بهذا الشكل يا غوالي. مثل ما انت شايفين شغلة سهلة وبسيطة، طالما الخروف عمره صغير ومر باللوز طعمته طيبة رح يطلع لكم جدا خرافي بهي الطريقة. الخروف الكبير اللي مثلا بيجي عمره أكبر هذا بياخد وقت أطول بالفرن، كمان بيطلع ظريف، بس كل ما كان الخروف صغنطوط كل ما طلعت لحمته أطرى وأطيب ومتنكه بهالنكهات الطيبة يا غوالي. شوفوا بسم الله ما شاء الله بندهنه بهالتتبيلة كتير منيح من الجهتين، من هي الجهة ومن الجهة الثانية. شوفوا حجمه خروف صغنطوط، شايفين على هالحجم؟ بسم الله ما شاء الله جميل جدا، اللي حنظبط أموره على 24 اليوم. هيك يا غوالي تبلنا له الخروف الجميل الرائع، شوفوا على هالتتبيله يا عيني، بس ملح وفلفل رح ياخذ النكهه الجميله ورائعه. هلا بسم الله بحطه على جنب شوي صغير، ليش؟ لانه بدي افرد تحته فرده بسيطه. عندي هون شويه بصل بنحطهم بهذا الشكل، هالبصلات يا عيني بيعطوا طعم كثير طيبه وريحه كثير جميله للحم بهذا الشكل من وزان البصلات. بنيجي كمان خلينا نحط الفليفلات تحت بهذا الشكل، كمان شويه فليفله، شايفين ولا ابسط من هيك يا غوالي، اكله سهله وبسيطه. الفليفله كمان بتعطي نكهه كثير طيبه للحم، هذا بيرجع كله على حسب الرغبه، في ناس بتحب تحط البطاطا، الجزر، هذا كله بامكانكم اضافته اذا حبيتوا، انا عن نفسي عم بسويه بالطريقه السهله والبسيطه مثل ما عودتكم، عشان تهتموا لي بصحتكم على 24 وبشغله جدا بسيطه. هلا شو بدنا نعمل؟ بنيجي عند الخروف افندي، بنسمي بالله، بنحله بهذا الشكل، نجي نسطحه هي التسطيحه، شايفين؟ بهذا الشكل هيك بيكون مناسب. اهم شيء يا غوالي اهم شيء اللية، اذا ما كان موجود ليته الخروف ما رح يعطيكم العصاره اللي انتم بدكم اياها وما رح تستمتعوا باكله، لازم تكون في دهنه مشان نسقسق ونغنغ يا غوالي بهذا الشكل. يعني الفخذ ما في مشكله يموه، اهم شيء اللية اتركوا لي اياها بقرنتها مشان ننبسط فيه الخروف احنا وعم ناكله ومشان نتسلى فيه يا غوالي. هلا بنسمي بالله بنجيب الثوم، بنحط الثومات بهذا الشكل، شايفين الروس الثوم يا عيني، الله الله الله، هيك بنثبتها على هالخروف. وبنجيب اكليل الجبل، بدنا نحط لنا شوي زياده من اكليل الجبل لانه اكليل الجبل بيعطي نكهه عطريه طيبه جميله رائعه، فبنفس الوقت بيعطينا النكهه الطيبه وبيعطينا كمان الريحه الجميله اللي بتتعشق باللحم يا غوالي. بتعرفوا هي الريحه تبع اكليل الجبل بس تتعشق باللحم مع هالثوم مع هالملح والفلفل يا عيني، هذا احلى اهتمام بالصحه ممكن تعملوه يا غوالي. كل اللي علينا نعمله يا حبايب قلبي انه نسكر على هالخروف كثير منيح، يعني لازم نكتمه كثير منيح. اول شيء بورق الزبده بهذا الشكل بنكتمه، ومن ثم بورق القصدير لازم نتاكد انه تكتم عنا كثير منيح، هي نقطه جدا مهمه لانه في حال تسرب اي بخاره او اي هبله لبرا الخروف عنا رح يحترق لانه بده يقعد فتره طويله شوي بالفرن، فمهم جدا انه يتكتم عنا كثير منيح. يا غوالي كل اللي علينا نعمله انه ناخذ هذا الخروف على فرن محمي مسبقا على حراره 200، شغال فوق وتحته مروحه، بينحط بالرف الوسطاني بتستنوا عليه ساعتين ثلاثه اربع ساعات على حسب، كل ما قللتوا الحراره كل ما قعد وقت اطول وكل ما طلع اطرى وجميل جدا وخرافي. فانا رح احطه على حراره 200 لمده 3 ساعات وارجع اورجيكم النتيجه، رح تطلع النتيجه خرافيه جدا. طبعا هلا رجعنا لكم يا غوالي، بس ما رجعت لكم هيك فاضي، لا بدنا نعمل احلى رز ممكن تجربوه مع هالخروف الجميل. قد صار له الخروف يا شباب بالفرن؟ صار له 4 ساعات، صح؟ معناته هلا بيكون تنهنه اموره باللوز. فصراحه انا كنت اسوي رز ابيض، اجى استاذ محمد هذا هو هذا استاذ محمد ما غيره، قال دائما بتسوي لنا رز بدون خضار، بده خضار، قلت له ما في مشكله، حطيت له قرع، حطيت له عندي هون الفليفله الرومي لونين، شويه كوسه، شويه باذنجان، وكمان شويه جزر. بدك اكثر من هيك خضره محمد؟ شو رايك طالع لك كمان كل شيء بالثلاجه احط لك اياه؟ بالمره يعني عملناها. طيب هلا بنجيب طنجره عاديه يا غوالي، ما استخدم لا طنجره ضغط ولا اي شيء، طنجره عاديه مشان نطبخ فيها الرزات ويطلعوا غير شكل. اول شيء بدنا نعمله يلي ما بنستغني عنه سمنتنا الغاليه، مو مشان شيء مشان صحتنا، بنحط كميه
مية منيحة شوفوا يا عيني يعني بدي كتر سمنة محمد شوي. انت انا بعرف دائما تزعل تقول ليش بتكتر سمنة، بس اليوم في خضرة، الخضرة بدها تغيب هي السمنة، بدها تطلع عنا اكلة منغنغة ومسقسقة ولية الخروف دي عصر عصر هيك يا محمد. دي اليوم انا استمتع باللية. المهم حطينا هالسمنة بنسمي بالله وبننزل عليها البصل، يا عيني طش البصل يا غوالي. خلينا نعطيها تقليبة خفيفة بهذا الشكل. الله بس هيك شيء انه خليه يتشوح. تعال يا استاذ محمد تعال اورجيك عنا هون البهارات. شو البهارات اللي عنا؟ قرب وتطلع يا غالي. عنا المستكة، عنا نجم اليانسون، عندي هون الهيل، الكمون، القرنفل، الكزبرة، عنا كمان عواد القرفة، واهم شيء اللومي اللي بيعطي نكهة كتير طيبة، وفلفل اسود حب. بنسمي بالله بننزلهم بهذا الشكل. طبعا هلا هن وعم يتقلوا البصل مع البهارات رح يعطونا نكهات جميلة، بقى مشان هيك لازم نستغل هي الفرصة ونعطي الخضرة كمان نكهة كتير طيبة. بقى مشان هيك كل الخضرة اللي ذكرت لكم اياها بسمي بالله وبنزلها بهذا الشكل. يا عيني محمد اليوم احنا عنا شغلة جميلة، ونسيت لك عنا قرق، عنا قرق مخرطينه ومشرينه ومزبطين اموره على 24. هلا كل اللي علينا نعمله بدنا نتاخر عن الرزات شغله 10 دقائق. ليش يا غوالي؟ لانه بدنا نقعد نقلي الخضره اللي عندنا، بنضلنا بنشوح الخضره اللي عندنا بهالسمنات بهذا الشكل مع البهارات مع البصلات. يا عيني الله الله الله، شايف الريحه؟ وصلت الريحه اللي عندك ولا لسه؟ ريحه بتجنن يا غوالي. يا غوالي مثل ما انت شايفين الخضره عم تتقلى عنا على 24، شايفين؟ شوفوا بسم الله ما شاء الله روايح جميله جدا. هلا بنسحب الخضره هيك على الاطراف شوي صغيره. ليش؟ لان ننزل الثوم والزنجبيل. انا تركت الثوم والزنجبيل للنهايات لسبب واحد، لانه ما لهم روح يعني رح يتقلوا وممكن نحرقوا معنا عبين ما يتقلوا شوي الخضره عندنا وتدبل، فمشان هيك بنحطهم بالنهايه. فهلا بنسمي بالله بنضيف عندي هون معلقه صغيره من الزنجبيل بود، من الزنجبيل المهروس، ومعلقه صغيره من الثوم المهروس، بسمي بالله وبنزلهم بهذا الشكل بالوسط وبخليهم يتقلوا شوي صغيره مع باقي الخضره بهذا الشكل. شايفين يا عيني بسرعه اول ما تطلع ريحه الثوم والزنجبيل؟ ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا يا استاذ محمد؟ انا اليوم حاط عليك يا محمد، تعرف ليش؟ بس عشان ثاني مره تخلي احط خضره جوات الرز. لك انا بحب احط خضره جوات الرز، بس مع انه تطلع طيبه، بس يلا ما في مشكله اليوم رح نمشي لك اياها. يعني نضبط له امور لمحمد، صح عبد الرحمن؟ اكيد يعني لازم نهتم بصحه الاخرين، يعني مو بس نهتم بصحتنا وننسى الاخرين، ما بيصير. هلا مثل ما انتم شايفين هيك طلعت ريحه الثوم والزنجبيل، شايفين على هالحمسه الجميله؟ يا عيني الله. هلا كل علينا نعمله نسمي بالله نجيب سخانه المي ونضيف المي السخنه بهذا الشكل يا غوالي. شوفوا يا عيني يا عيني، بنغمرهم بالمي السخنه وبنتركهم يغلوا مع بعض شغلة الخمس دقائق لعشر دقائق وبيكون امورهم باللوز. يا غوالي هلا صار الوقت مشان نملح ونضيف الرز. محمد بتصدق انا هذا هلا عم بطلع على الطنجره عم بلاقيه كثير ملائم الديزاين اللي احنا عاملينه. والله يا اخي هيك عاطيه ديزاين جدا حلو، شوف الرسمات اللي عليها تفاصيلها كثير حلوه صراحه. هي الطنجره كثير عجبتني من خلال التفاصيل الموجوده فيها، شايف المسكات السيليكون الموجوده وشايف الغطاء. انت شايف الغطاء هذا ليش؟ ليش استخدمته اليوم للرز؟ بسبب قطعه السيليكون اللي حاطينها هون، لانه هي اللي رح تحبس كل البخار، كل الستيم رح يضل جوا. ما في داعي نحط قطعه تصدير ومدري شو ونغطي، لا لا، قطعه السيليكون هي بتكفي ورح يطلع عنا الرز غير شكل. هلا شو رح نعمل؟ تعالوا على السريع يا غوالي بنسمي بالله بنعير الملح، هيك الملحات الصراف كمان شويه صغيره. يا عيني الله الله الله، لازم نملح مو مشان شيء مشان صحتنا يا غوالي، لكن لازم نوزن ملحه. هلا عندي هون رز بسمتي حبه طويله مثل ما انتم شايفين، غاسله ونقه لمده ساعه. هلا بسمي بالله وبنزله بهذا الشكل على هالمراه اللي عندنا بعد ما ملحناها. يا عيني الله الله الله، بنعطيه تحريكه وبنغطي عليه. هلا بورجيكم يا غوالي. غوالي صار الوقت بس للخطوة الأخيرة، شوفوا بس نشف عن الرز. هلا شو بدنا نعمل؟ بنكت عليه شوية صغيرة من مية الكادي بهذا الشكل. يا عيني الله الله الله، طبعا بإمكانكم تنقعوا مية الكادي مع نفسه الزعفران، بيعطي كمان نكهة كتير طيبة، هذا كله بيرجع على حسب الرغبة. هلا نجي لعند حبيب قلبي الزبيب، تعال تعال نمسك هيك. عبد الرحمن جايب لي الكيس كلياته، قال لي حط على كيفك. ها بنحط أول شيء أول كمشة، وبسم الله كمشة ثانية، هي مو مشان شيء مشان صحتكم يا غوالي، هيك دلعوا لي حالكم بالزبيبات. يا عيني الله الله الله. هلا استاذ عبد الرحمن بعد اذنك الزبيبات مرة ثانية، تفضل تفضل مع السلامة. هلا كل اللي علينا نعمله انه نخفف النار على اهدى شيء
ونحط هالغطاء اللي في قطعة السيليكون بهذا الشكل. شوفوا كيف بيكتم البخار 100%. هيك تتأكدوا إنه الرز عنكم لح يتهدى على 24، وهلا بنتركه لمدة 25 دقيقة على النار هادية لح يطلع عنا رز نثري وفاخر. هلا يا غوالي الفكرة سهلة وبسيطة جدا، جنب خروف مشوي بالفرن بهي الطريقة الجميلة وجنب هالرزات اللي منعنشين بهالخضرات، لازم نعمل أحلى دبوس. رح أسوي لكم دبوس اليوم ما صار شيء من عجائب الدنيا، يعني لازم تجربوه مو مشان شيء مش صحتكم، فعلا دبوس هيك متوازن رح تنبسطوا فيه. عندي هون أربع حبات بندورة مثل ما أنتم شايفين، خربت التخليطة خشنة يعني كلياتهم بدهم يتنعموا. عندي هون معلقة كبيرة من الفليفل اليابسة الحدة، بدنا نحدحده شوية غوالي مشان نهتم بصحتنا على 24. عندي هون سنين توم بنحطهم بهذا الشكل. عندنا دبس الرمان اللي بيعطي الحموضة الطيبة والرائعة، شوفوا يا عيني شغلت معلقتين كبار يا غوالي، تعطيكم حموضة وطعمة كتير طيبة وجميلة. تعالوا لهون لعند الشطة، أي نوع شطة متوفر عندكم بالبيت، أنتم بتحبوه ضيفوا منه، إذا بدكم تستغنوا عن هاي المرحلة بإمكانكم الاستغناء، بس أنا هيك بتعطيها حدودية وطعمة كمان كتير طيبة. بما انه هي الشطه المفضله عندي، ومن ثم بنحط عليهم معلقه كبيره من خل التفاح بهذا الشكل. يا عيني الله الله الله. بيبقى عندنا مكونين، اي مكونين؟ باقي ثلاث مكونات يا حبيبي، اللي هي اول شيء لازم نملح، ما بننسى الملح مو مشان شيء مشان صحتنا، انا دائما بحب ملح وما انسى الملح، لانه اذا نسيت الملح ما بحس الطبخه او الاكله خلاص صارت على ما يرام، لازم نظبطها على 24. عندي هون شويه صغيره من الكزبره الخضراء بنضيفهم بهذا الشكل، وعندي هون قرنين فليفلة حدة ضيفهم كمان بهذا الشكل. تعال نكسر كمان يا عيني الله، هذا كمان هيك، يا الله الله الله، هيك لازم نشطشط الأكلة اللي عنا على 24. هلا بنسمي بالله باستخدام الهند بلندر اللاسلكي يا غوالي، بدنا نخلطهم مع بعض كتير منيح لحتى يتنعموا، وهيك الدقوس بيكون صار عنا جاهز. يا غوالي طال الانتظار وصار الوقت مشان نسكب الرز، بعدين نطالع خروفنا مشان نسطحه على الرزات، لانه هو جاهز وما عم يستنى بنو، بده الرزات يكونوا جاهزين. فهلا بنسمي بالله بنكشف عليهم هيك، شوفوا لي على هالرزات بسم الله ما شاء الله. اول شيء بنعمله يا غوالي بنجي بناخذ هالزبيبات وبنحطهم على جنب مشان نزين فيهم، شايفين على هالزبيب يا عيني الله الله الله، بنسحبه بهذا الشكل، والخضره دايبه دوبان شيء خرافي على الاخر بكل معنى الكلمه. طبعا مكتر الزبيبات شوي مثل ما قلت لكم مو مشان شيء مشان نهتم بصحتنا. هلا محمد تعال 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 بس هيك، شوف 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 بسم الله ما شاء الله، بنحمل هيك الرز، شوف يا عيني يا عيني يا عيني، الله الله الله، هذا الرز اللي مو مشان شيء مشان صحتكم يا غوالي، والريحه عن جد يا سلام يا سلام. يا غوالي صار الوقت مشان طالع خروفنا اللي ما في منه ونحطه على الرزات، بس بدنا نكشف على عريس قربوا لهون، شوفوا له على هالمنظر، نكشف عليه بهذا الشكل يا عيني. شايف محمد شايف شايف المي، شايف المي، معناته الخروف مترطب بعرقه ما نسم بالمره. هلا بسم الله ونكشف عليه، لا 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 لا، شوف 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 محمد، شوف شوف بسم الله ما شاء الله، دايب دوبان يا محمد شيء خرافي على الاخر بسم الله ما شاء الله. هلا بسم الله بنطالع خروفنا ونحطه على هالرزات، بنقول بسم الله يا كريم، خلينا نفك من هون، شوف شوف على هالكتف يا عيني، شوي شوي عليه لانه صراحه هالخروف ما بيستحمل يا غوالي، بنقول بسم الله يا كريم وبنحمله وبنحطه على هالرزات. يا غوالي صار الوقت مشان ندوق هالخروف قدامكم، بس مشان اورجيكم قديش هو مستوي، شوفوا لي على هاللية بسم الله ما شاء الله، شوف يا محمد على هاللية يا عيني الله الله الله. انا بدي اخذ صراحه قطعه لية احطها هون مع الرزات، بنيجي من وين بدي يجي لك؟ من هالكتاف، تعال تعال شوف شوف تعال تعال يا عيني، شايف الموزه؟ موزه رايحه نيفه، بنيجي لعند الكتاف نفسه، شايف كيف عم يتخلى على العظم؟ شايف يا محمد الدوبان يا عيني الله الله الله، نيجي ناخذ لنا هيك قطعه ظريفه ونحطها بهذا الشكل مع هالرزات ومع هاللية هيك يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، الله الله الله، انها السعادة يا غوالي. بنقول بسم الله يا كريم وندوق بسم الله. كم النكهات الهائل يا عيني، لحمة ظريفة يا غوالي، والرز الرز نكهته رهيبة، شوف شوف اللحمة قديش دايبة دوبان، شوفوا على هاللون، شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. وجد يا غوالي صلوا لي على النبي، لأنه من أطيب الأنواع اللحمة ممكن نجربوها إنه تنعمل بهي الطريقة، طرية وجوسي وكتير طيبة ومحافظة على نكهة اللحمة.